يوم عاشوراء هو أحد أيام شهر محرم التي عظمها الله تعالى وذكرها في كتابه. يرجع الاحتفال بهذا اليوم لنجاة سيدنا موسى عليه السلام من جيش فرعون، إذ أن فرعون أخذ جيشه واتجه خلف نبي الله موسى وأتباعه الذين آمنوا به، وحينما علم موسى أن فرعون خلفه هرب منها. أثناء الهروب من فرعون وأعوانه، وجد موسى عليه السلام أن البحر أمامه والعدو يتربص له من الخلف، فاتجه موسى إلى ربه متضرعا طالبا منه أن ينجيه من فرعون وقومه. فأمر الخالق جل وعلا موسى أن يقبض العصا التي بيده ويضرب بها البحر، فحدثت المعجزة العظيمة حيث انشق البحر نصفين وظهر طريق خالي من المياه عبر منه موسى وأتباعه. فلحق فرعون وجيشه بموسى وأتباعه، ولكنهم لم يتمكنوا من الإمساك به لأن البحر انطبق عليهم بمجرد أن وصلوا منتصفه، وغرق فرعون وجيشه بالكامل. شعر نبي الله موسى بالسعادة لأن الله نجاه وأغرق الكفار، فأصبح يصوم هذا اليوم كل عام شاكرا للخالق جل في علاه. واليوم يحتفل المسلمون بالصوم والصلاة والدعاء شكرا وتضرعا، كما تخرج فيه أيضا زكاة الأموال والممتلكات التي مر عليها النصاب. ويبقى يوم عاشوراء بصمة للصوم والفرح بإخراج الزكاة وإسعاد الفقراء. Thank you.